لا معلش، الراجل ده بيسأل سؤال ظريف. صورة المائدة سؤال بس يعوج يعني. وبعدين هو حظه حلو، هو عارف ان انا عارف الإجابة يعني. بقول ايه السؤال؟ انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. واحنا فينا هنودي الزكاة واحنا راكعين. هذه الآية آية خاصة نزلت في رجل خاص اسمه سيدنا علي، عندما جاء سائل يسأل شيء لله مش حد أعطاه. فسيدنا علي كان لابس خاتم من فضة، وبعدين عمل له كده السائل لبط يعني شاطر فاهم معنى كده، لو عمل كده واحد زي حالاتي مش هيخش عليه. فراح جاي مالص الخاتم منين؟ من صابعه. فنزل القرآن يمدح عليا إلى يوم القيامة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. والواو مش عاطفة، واو الحال، وحاله راكع. هذه خاصة ليست عامة على الأمة، زي قول الله ثاني اثنين اللي هما في الغار، هما مين؟ بس ما ينفعش غيره. نعم.